لو طلبت لبن العصفور بيجيبه لها، طلباتها أوامر وكل اللي عليها يدوبك إنها بصابعها تشاور. أقل شنطة في دولابها بمليون جنيه، والفستان ب50,000 دولار، وعيشة معاه رغم فرق السن اللي وصل 40 سنة في سعادة هي وأولادها منه، وبتشوفوا أبوها وأخوها. فتعالوا معي أعرفكم قصة الارتباط بين الإعلامية أسماء إبراهيم وحوت صناعة الأسمدة الملياردير محمد الخشن. من فترة للتانية دايماً بتيجي سيرة الإعلامية أسماء إبراهيم وجوزها وأبو أولادها الاتنين رجل الأعمال محمد الخشن. الناس بتستغرب عن فرق السن الكبير اللي بينهم، وبيقولوا يا ترى إيه اللي لم الشمع عن مغربي؟ بس أنا بقى هقول لكم، محمد الخشن هو رجل أعمال مصري من مواليد 1950، وهو أصلاً منوفي في الأساس. كان اتخرج من كلية الزراعة سنة 1972، وكان في بداية حياته العملية شغال مسوق للأسمدة الزراعية لفترة طويلة، واتبهدل لحد ما عمل شوية فلوس رايقين عمل بيهم وقتها أول مصنع أسمدة. وبعد ما المصنع نجح راح وعمل مصنع تاني في السادات وكمان أبو رواش، وبقى هو حوت. وهو حاليا بتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة إيفرو جرو المتخصصة في الأسمدة، واللي أسسها من أكتر من 30 سنة صناعة الأسمدة المتخصصة، وكمان بيصدر أسمدة لحوالي 70 دولة من بينهم أمريكا واليابان والصين، وبلغت حجم استثماراته 7.5 مليار، وبيخطط إنها توصل ل 9 مليار جنيه. يعني من الآخر كده رجل أعمال من التماسيح الكبار في مصر. عشان كده لما تقدم للجواز للإعلامية أسماء إبراهيم مفكرتش مرتين، رغم إن فرق السن بينهم 40 سنة، بس هي ما كانتش مهتمة بفلوسه ولا حتى محفظته، أكتر ما كانت مهتمة بعاطفه، خصوصاً إنها بتشوف فيه الأب اللي اتحرمت من حنانه. وده طبعاً حسب كلامها. الخشن مدلع أسماء إبراهيم على الآخر ومروق عليها، لدرجة إن ناس كتير كانوا فاكرينها متجوزة ساري خليجي بسبب ظهورها في طيارة خاصة ولبسها كرافتة من الذهب، لأنها كمان بتلبس أغلى البراندات العالمية من الشنط والجزم والفساتين. كانت كمان أسماء إبراهيم ظهرت قبل كده بفساتين سعرها ممكن يبدأ من 30 ويوصل ل50,000 دولار، وكمان شنط ماركات عالمية الشنط لوحدها ممكن توصل ل20,000 دولار، يعني حوالي 1,000,000 جنيه. وده اللي خلى الكل يقول دي أكيد متجوزة أمير خليجي. الغريب بقى إن أسماء إبراهيم لما بتيجي سيرة جوزها بتتلبش، ووشها كمان بيجيب ألوان بسبب فرق العمر اللي بينهم. لما أي حد بيسألها ليه اتجوزتي راجل قد جدك، خصوصاً بقى إنها كان طلع عليها إشاعة قبل كده إنها متجوزة من الإعلامي اللبناني جورج قرداحي، ساعتها طلعت وردت على الكلام ده وقالت إزاي يا جماعة تجوز جورج قرداحي، ده في فرق سن رهيب بينا. لكن المفاجأة بقى إن جورج قرداحي طلع من مواليد سنة 1950، وهو نفس السنة اللي اتولد فيها جوزها محمد الخشن. وفي أكتر من مناسبة كمان لما اتسألت أسماء إبراهيم عن سبب جوازها من محمد الخشن قالت إنها مش بس بتعتبره جوزها، ده صديقها وأبوها، وده لأنها فقدت والدها في سن صغير جدا، كمان أخوها راح في حادثة، عشان كده الخشن بيعوضها عن كل حبايبها اللي راحوا. وفي النهاية، هل لو جالكم حد زي محمد الخشن ترضوا تتجوزوه يا بنات؟